مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، هكذا أيضا نتواصل معكم بتواصل هذه الانطلاقات، بتواصل هذه المنافسات الصباحية وسباق هذا اليوم الذي خصص لسن الإذاع، سن الإمتاع، ضمن شارة الديوان السابعة والتي تحمل هذه المنافسات والتحديات الكبيرة. على البركة يسير شوط جديد، هنا شوطنا السادس المخصص لفئات الأبكار. الإذاع المهجنات تشارك في هذا الشوط، هجن أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم، الداعمين لهذه الرياضة العربية الأصيلة ولمن يرغب من أبناء القبائل. نتابع معكم البداية، نتابع معكم صدارة هذا الشوط، والمركز الأول النخلي تفتتح النداء بالمركز الأول المملوكة والتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يقدم لنا النخلي المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري، من يقدم لنا النخلي على المركز الأول وبداية هذا المسار. المركز الثاني مشاهدين الكرام، تتقدم هملولة لهجن الرياسة وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، يقدم لنا هملولة على ثاني المراكز. بينما نتابع المركز الثالث، المركز الثالث هذه متعبة لعبد الله بن علي بن أحمد الشامسي، يقدم لنا متعبة على المركز الثالث. ومن الجانب الأيمن وصلت في هذه اللحظات لفحة لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، قادم في المركز الرابع، يقدم لنا لفحة شعار رعي جياشة حاضر بهذا الأداء الجميل. المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات مزون لمفتاح بن عبيد بن علي الخاطري، قادم المركز الخامس. سادس المراكز الشبابية لراشد بن سيف بن علي بن عويضة الهاجري، راعي الشوط السابق حاضر في هذه اللحظات مع الشبابية بالمركز السادس. نشوف المركز السابع وأرى من تتقدم. المركز السابع التعويض لحسن بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، يقدم لنا تعويض على المركز السابع وثامنا. شعار أيضا الشاعر، شعار الشاعر علي بن عناد الخاطري حاضر هنا مع الريم، هنا أبو علي قادم. محمد بن علي بن عناد بن عبيد الخاطري من يقدم لنا الريم على المركز الثامن. وتاسعا رويهان لعتيج بن علي بن عزيم المسافري. بينما المركز العاشر تتقدم بيان سيف بن علي بن عزيز الشريفي، وهنا المنضمة مشاهدين الكرام ضبا لعلي بن عبيد بن عتيج الزعابي، يقدم لنا ضبا. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا معكم العشرة المراكز الأولى المتقدمة كاملة، بدينا من المركز الأول حتى وصلنا إلى المركز العاشر، والآن بنعود من جديد لنشاهد
لنتابع لنطالع هذه الأسماء التي تتنافس لأجل هذا الناموس المنتظر لأيضا أحد هذه الشعارات ولأحد هذه الأسماء. منتصف المسافة، نصف المسافة قطعناها، ونحن الآن ندخل في النصف الآخر. لنا عودة إلى المقدمة، وأرى لا زالت بالمركز الأول النخلي صامدة بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري. ولكن من الجانب الآخر من غيرت هملولة انطلقت إلى المركز الأول الآن لتحضر في أول المراكز لهجن الرياسة سلطان بن محمد رهيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثالث لفحة لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري من يقدم لنا لفحة على المركز الثالث حاضرة بهذا الحضور الجميل بجمال شعارها بجمال حضورها الجميل. المركز الرابع متعبة عبد الله بن علي بن حميد الشامسي يقدم لنا متعبة على مستوى المركز الرابع. نشوف المركز الخامس الشبابية راشد بن سيف بن علي بن عويضة الهاجري من يقدم لنا الشبابية في المركز الخامس. والمركز السادس هذه القادمة مزون لمفتاح بن عبيد بن علي الخاطري حاضر أبو علي في المركز السادس يقدم لنا مزون سادس المراكز. المركز السابع هنا تعويض لحسن بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري من يقدم لنا تعويض، بينما أيضا وصلت في هذه اللحظات الريم لمحمد بن علي بن عناد الخاطري يقدم لنا الريم والوصول أيضا الجميل والعرض المثير من القادمة بيان سيف بن علي بن عزيز الشريفي، بينما من وصلت ضبال علي بن عبيد بن عتيج الزعابي، وهناك رويهان لعتيج بن علي بن زيم المسافري. هكذا هي المراكز المتقدمة، هذه هي المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. لنا عودة إلى البداية وإلى المراكز الأولى، إلى المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، بدينا هنا ننتهي من المنعطف الأخير، متجهين اتجاه نحو أيضا الخط المستقيم الذي أيضا سنسير من خلاله إلى خط النهاية، إلى الفوز المنتظر، إلى الناموس المنتظر. لا زالت هملولة بالمركز الأول لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والمتابعة التامة لهملولة. المركز الثاني القادمة لفحة لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري قادم بكل قوة يقدم لنا لفحة. المركز الثالث الحاضرة هنا في ثالث المراكز والمنطلقة الشبابية راشد بن سيف بن علي بن عويضة الهاجري. المركز الرابع النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن نزيم المسافري. ولكن العودة إلى الحوار الثنائي، إلى الاسمين. هنا المنافسة قوية بين هملولة وبين لفحة وهملولة. لا زالت هملولة على صدارة لهجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي، ولفحة قادمة سهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري قادم بالمركز الثاني. الأمتار الأخيرة هملولة ولا زالت تواصل المسير مع المركز الأول لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا هذه الأسماء وهذه النوعيات الجميلة. لفحة تحاول بالمركز الثاني لسهيل بن عبد الله بن سعيد اليابري، ولكن خلاص غادر الناموس. النقطة الرابعة السوبر هاتريك مع هجن الرياسة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي على الفوز والانتصار هنا مع هملولة التي تضيف النقطة الرابعة لهجن الرياسة في هذا الصباح. هي لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا وسلام إلى العاصمة أبو ظبي. سلام. المركز الثاني لفحة ما قصرت. تهانينا لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثالث كانت هناك متعبة عبد الله بن علي بن حميد الشامسي. المركز الخامس
سلاسة. المركز الخامس شبابية راشد بن سيف بن علي بن عويضة الأجري. أو المركز الرابع مشاهدين الأعزاء شبابية راشد بن سيف بن علي بن عوض الهجري. والمركز الخامس كانت هناك مشاهدين الأعزاء نخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم.